أريد أن أشاطركم قرارا مهما اتخذ اليوم، اتخذه معالي فخامة رئيس الجمهورية في إطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية الحاصلة بولاية الحوض الشرقي، واستحضارا للوضعية الرعوية الصعبة لهذه السنة والتي تطبعها قلة المراعي في بعض المناطق ومحدودية فرص الانتجاع، وجه صاحب الفخامة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات السريعة لتنفذ في البرامج التنموية بالولاية، وخصص مبلغ قدره 10 مليارات أوقية للولاية زيادة على ما تقوم به الحكومة وما هو مبرمج وما كان مبرمج في إطار الطاولة المستديرة بالنسبة للحوض الشرقي، وهذا تنفيذ يجب أن يكون آني وعاجل وأن يكون كما قلت زائد على ما تقوم به الحكومة في جميع المشاريع والتي تمس المواطن عن قرب.